طيب هنروح لموضوع يمكن بقى بيتكرر او بقينا بنشوفه كتير او اليومين دول، موت الفجأة اكيد بيكون ليه تأثير كبير جدا، لانه المحيطين بالشخص المتوفي ما بيكونوش مستعدين نفسيا، بتكسر قلبهم قوي، فلحظات حزن عميقة جدا، اهله صحاب الشخص نفسه، كتير من خبراء النفس كشفوا عن روشتة او طريقة انه ازاي من خلالها ممكن ان احنا نتجاوز المواقف المحزنه ونعديها. مش هننسى الشخص العزيز، لكن الحياه لازم تستمر بطرق عشان يعني نقدر ان احنا نعدي الازمه دي. الحقيقه بتكون كسره قلب ومفاجاه كبيره، خاصه لو كان الشخص، طبعا مفيش حد يغلى على اللي خلقه، بس ساعات بيبقى في حاجات مش متوقعه، حد قاعد بيتكلم معانا، لسه مكلمنا امبارح، لسه معايد علينا، لسه بعت لنا حاجه، وفجاه تاني يوم الصبح بنسال نلاقي مش ما بقاش موجود. فدي بتبقى صعبه وقاسيه جدا على كل المحيطين. طب المحيطين هنا المفروض يعملوا ايه عشان يقدروا يعدوا؟ هو انا بأوصي يعني نفسي واي شخص بيبتدي يحس ان هو ما بينامش كويس، داخل على اكتئاب، يطلب الدعم من الاخرين اللي حواليه، المقربين اللي بيحبوه. يا جماعه انا متضايق، انا عايز او عايزه اخرج، اسافر، اطلع رحله ويكند، اطلع في حته فيها روحانيات تعلي الطاقه عندي وتعلي الاحساس ان الحياه حلوه. الدعم ده مهم، ومش عيب ان احنا نطلب الدعم من الناس المقربين مننا قبل فوات الاوان. صحيح، موضوع الدعم طبعا المقربين، والموضوع كمان مهم موضوع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اللي بتوصل ناس كتير لحالات اكتئاب وعزله، عكس ما هو المفروض ان يكون دورها ان هم يكونوا متواصلين اجتماعيا. فلما احس ان انا ممكن بدات شويه اخش في حاله نفسيه مش لطيفه، لا انا اوقف سوشيال ميديا خالص واشتغل بقى على حته ممكن الروحانيات او الطبيعه او. واهم حاجه، ودي بتبقى نعمه في حياه البني ادم، لازم كل واحد فينا يحاول يبقى عنده، يعني ممكن في ناس يعني عائليا ما عندهمش اخوات، يمكن الاب والام توفوا او رحلوا بدري، يمكن ان شاء الله صديقه، لو ما فيش زوج ولا زوجه ان شاء الله صديقه او صديق، لو انت شاب طبعا او ذكر او لو انت انثى، اقدر في وقت من الاوقات مش اشتكي له، اقول له انا عاوزه ابقى في حضنك، احضنيني انت صاحبتي، عايزه حضن. الحضن يا جماعه من غير كلام بيهيل، فيعني يعني يا رب بيعمل هيلينج، تعافي او بيخلي الانسان يتعافى من المشاعر السلبيه اللي جواها كلها. بنتك، صاحبتك، اختك لو موجوده، امك لو ربنا مديها الصحه والعمر الطويل، زوجك، يعني مش لازم اشتكي واقعد اتكلم. في ناس ما بتعرفش تعبر بالكلام على فكره، ومش عارفه هي مالها، في ناس بتبقى عندها حاله نفسيه وحزن وهم مش قادرين يعبروا بالكلام، فيلجأوا ان هم يعني يتلامسوا مع المقربين من الاهل والاصدقاء. ده بيفرق نفسيا كتير قوي. طبعا هيبقى عندك حق، بس في ناس تانية دواها العزله، ان هي تقعد كده شويه مع نفسها وتقول يعني انا لله وانا اليه راجعون، ان كلنا بنسلم بعض، كلنا هنروح نفس المشوار، هي بس مساله ان لسه الدور ما جاش عليا مش اكتر. وده يخلينا نبص للدنيا ونشوفها من زاويه حقيقيه مش مزيفه. يا جماعه تجنبوا في اللحظات دي السوشيال ميديا، بلاقي ناس بيجيلها لحظات حزن او اكتئاب او انفعال او غضب شديده، فجاه يقوم ماسك وعايز يعبر عن اللي جواه على السوشيال ميديا. انت بتكتب ايه ولا بتكتبي على السوشيال ميديا؟ مين هيلحقك يعني؟ ما هو الناس هيتقسموا فريقين او ثلاث فرق، ناس مش مهتمه اصلا ايه اللي هي كاتباه ده، وفي ناس تانية والعياذ بالله هي نفسيتها كده جحيم ممكن تشمت، وفي ناس شفقة. التلات مشاعر دول ما يلزموناش. الشكوى لغير الله مدلة. انت الواحد حاجة ايمان، الوحدة علاج، بس ما كنش لوحدي، ما تطولش مع ربنا زي ما انت قلت، يعني في تواصل روحي بيني وبين ربنا. فخلاص لا يمكن حد يكون متواصل ويكتئب. صحيح. خلاص، بس احنا عملنا الاول خطوة اصدقاء، ممكن طبيب نفسي، لان في ناس بتبقى واصله لمراحل بعد الفقد حالتهم النفسيه محتاجه حد. وزي ما قالت هبه، الهيلينج ده بيجي من مجموعات اللي فيها التعافي، برضو يكون حد زي بتوع التنميه البشريه بتثق فيه، وقاعده انت ومجموعه بتتكلموا وبتطلعوا اللي جواكوا، كل ده بيديكي طاقه وتعافي بسرعه جدا جدا لما تتكلمي مع مجموعه. مش كل الناس بيمشي معاها بقى حكايه المجموعات والتنميه البشريه، في ناس ما بينفعش معاها الكلام ده خالص. تبتدي تعمل ايه يا منى؟ تشوف لها بديل. يعني الشغل مثلا، انا هتكلم عن تجربتي الشخصيه في الفقد، سواء بقى يعني فقد اشخاص كتير في حياتي، الشغل بالنسبه لي كان ملاذ امن، واخرهم والدي الله يرحمه. الشغل حقيقي طلعني من الحاله النفسيه السيئه اللي انا كنت فيها. الواحد لما يقع في الحزن بسبب فقد عزيز او ظروف او ازمات، بيحس نفسه زي اللي بيغرق في البحر بالظبط،
قدامه حل من اثنين، لو هو عويم وشاطر واخد من تجارب الدنيا ما يكفي اللي يقدر يعوم فما يغرقش، يلا بينا اهلا وسهلا. ودايما الايمان بربنا واليقين طبعا. الحاجه الثانيه ما بتعرفش تعوم ضبش، شوف لك حاجه ثانيه اعملها، زي الشغل زي الرياضه زي يعني الاصدقاء، بس ما تستسلمش. مش من غير رزاز بس عشان منى واحد يتضايق من الرزاز. في ناس يا هبه بتعمل حاجه غريبه او تسيب نفسها سقوط حر يقع بقى، بس عارفه يا ايمان ليه ما ينفعش؟ احنا كلنا دلوقتي اتكلمنا عن اسباب العلاج من غير ما نحط ايدينا على اكتر حاجه بتاذي نفسيا ناس كتير قوي في موضوع الفقد. فكره ان كلنا بنخاف من الموت. النهارده قريت حاجه جميله، انا بصراحه انا من الناس اللي مخضوضه من امبارح من ساعه قريت خبر الوفاه المفاجئ لشاب فنان وغيره وغيره. دكتور علي جمعه قعد يتكلم على فكره ان الموت، ان كلنا شايفين ان الموت رعب وعذاب في القبر وان احتمال توبتنا ما يعني ما ربنا ما يقبلهاش، وان احتمال استغفارنا ما يكونش ربنا هيقبله، وان احتمال اعمالنا الصالحه ما تكونش هتتقبل، وان دكتور علي جمعه لخص في كل الكلام ده ان ربنا غفور رحيم، والحياه بعد الموت هي الحياه ومش الموت ابدا، ده الحياه الحقيقيه. احنا خايفين كلنا من الموت، وفكره ان القبر والتعبان اللي مش عارفه ايه، كلها مفاهيم من طفولتنا حطوها في مجتمعنا وفي ثقافتنا غلط. من اهو فضيله دكتور عالم دكتور علي جمعه بيقول لك لا، ده الحياه بتبدا بعد الموت، ورحمه ربنا اوسع من كل شيء. ده ربنا سبحان الله سبحانه وتعالى يعني نظر ابليس يعني اداله صبر عليه وما نعرفش ربنا هيرحم مين ومش هيرحم مين. صحيح. ده قال لك حتى توعد ربنا للعصاة والمذنبين في القرآن هو حر وله الحرية جل تعالى ان هو ما يعاقبش او يعني يرحم او يعفو او يغفر. فنبطل نخاف من الموت وكأنه الحاجة ولا نبطل صح زي ما انت قلتي، مع العمل يا جماعة في جناحي طبعاً. يعني في عمل وفي رجاء، بس عندنا يقين ان ربنا رحيم وهيقبله. ما في ناس بتعمل حاجات حلوة يا منى وإيمان وما تقبلش زي ما انا خايف ما يقبلش. أنا خايف. احنا ليه بنصلي سنة؟ إيه؟ أنا استغفرته بس أنا بعمل أغلاط كتير. احنا ليه بنعمل حاجات زيادة عشان يعني ممكن تكمل النقص اللي في الصلاة، فاهمة إزاي؟ فبنحاول نعمل على قد ما نقدر كل حاجة، كل باب تقدر تتركه عشان يكون مدخلك للجنة ورحمة ربنا. حلو قوي ده. طبعاً مولانا الشيخ علي جمعة طمعانة في رحمته. طبعاً ونعمة بالله. هي فكرة بس يا هبة ولا محاولاتي. ونعمة بالله طبعاً طبعاً. فكرة إنه الإنسان بطبعه بيخاف من المجهول، هو ما يعرفش هو داخل على ايه او رايح ايه، او الحياه ما بعد الموت هي حياه على فكره لا الاخره، هي دي الحياه الحقيقيه على فكره. احنا هنا رايحين بس مشوار، مشوار قصير قوي، هو بس خايف عشان هو ما يعرفش. قال ده احنا دلوقتي في الموت ولسه هنروح للحياه الحقيقيه الحلوه، الخلود اللي فيها كرم ربنا ورحمه وعطفته وحبه لينا، وده خلقنا عشان بيحبنا. صحيح ونعم بالله.